هلا صار معنا بالاستوديو محمد الحمايدي. مساء الخير محمد. مساء النور، حالك كيفك؟ شو الاخبار؟ تمام. شو الاخبار؟ والله تمام الحمد لله. اول حلقه يوم اربعاء، شيء جديد بدنا نحكي فيها عن اشياء جديده طبعا، غير موضوع الدوريات والحكي المباريات اللي بنحكيه. فعن شو بدنا نحكي اليوم؟ اليوم سؤالنا لك يا محمد، باريس سان جيرمان بيصدم الجماهير مره اخرى، بتعاقدوا مع كثير اسماء، يعني اخر مره سيرجيو راموس انضم لهم، دوناروما واشرف حكيمي وفاينالدوم. فهون بيجي السؤال، اللعب المالي النظيف وقانون اللعب المالي النظيف كيف عم بيفلت منه باريس سان جيرمان؟ ستي ببساطة عشان بس نفهم إيش هو اللعب المالي النظيف، لازم نعرف شو القانون نفسه. القانون باختصار بيحكي لك إنه يا نادي باريس سان جيرمان، ريال مدريد، مانشستر يونايتد، أي نادي في العالم، أنت معك كل سنة تصرف اللي بتدخله أرباحك، ومعك هامش تدفع من جيبتك لحد 30 مليون. يعني انت بتطلع 500 مليون، معك تصرف لحد 530 600 630 وما الى ذلك. الموضوع مش بس اصرفه على شراء لاعبين، اي مبلغ انا بطلع من عندي كرواتب، هذا إشي من ضمن ال 500 او 600 مليون اللي هم من ضمن الميزانيه تبعتي اللي اللاعب المالي النظيف راح يحاسبني عليها. اللي بصرف سان جيرمان وفي الانديه الكبيره هو مش تحايل غير قانوني، هو تحايل ولكن بالقانون تماما. كيف اللي بصير؟ هلا هذا القانون اللي حكينا عنه هو لا يطبق سنويا، لا يطبق كل سنه بسنتها، يطبق كل 3 سنوات. بس اللي صار السنه كمان وخلى باريس سان جيرمان والانديه الكبير قادر تصرف اكثر، انه هاي السنه ما راح تحتسب نهائيا، صفر، وراح يضموها للسنه الجاي. فاللي بصير باريس سان جيرمان هم السنه بيشتروا لعيبه بجوده عاليه، انهم عارفين انه من هون مثلا زي حكيمي لكم سنه راح يضل باريس سان جيرمان بحاجه انه يشتري ظهير يمين، حكيمي بسد 5 سنين. صحيح. راموس اوكي يمكن مش طويل العمر، لكن راموس بادائه وخبرته راح يضل موجود، فاينالدو راح يقدم له اقل شيء 4 سنين، دوناروما مشروع 10 سنين. صح. فهم راح يشتروا ناس اللي السنه الجاي اصلا ما يضطروا، قد ما صار يصير انه خلص عندك كواليتي كافي انه يمشي الفريق. فهم اشتروا ما اللي بيقدروا يشتروه بسنتين خلال سنه واحده. صح. فبالتالي راح يهربوا من اي عقوبه راح ممكن تصير من اليويفا على باريس سان جيرمان، ونفس الشيء بيصير على مانشستر سيتي، بيجيبوا لعيبه بيقعدوا سنين عجاف، سنه سنتين ما بيشتروا فيها ولا لاعب، بعدين تيجي سنه بيشتروا لعيبه بمستوى عالي جدا وبرجعوا كمان سنه سنتين عجاف. صح. وفي كثير ناس علقوا بالنسبه لهاي العقود يعني اللي عملوها، انه في عندك 3 اخذوهم بلاش يعني فعليا مجانا، بس بضل في عندنا موضوع الرواتب طبعا، هذا شيء كثير كبير كل شيء بيروح. بس هلا في كمان نقطه ثانيه هم بتحايلوا فيها، موضوع الرعايات. باريس سان جيرمان اغلب رعاياته من قطر، وبدخلوا يعني بارقام نوعا ما كبيره نسبه لكبر نادي باريس سان جيرمان، بالاخر نادي بيقعد بينافس في الابطال وبينافس في فرنسا، ويعني صار اسم، يعني اسم. صح. كثير قوي. فكمان لما انا اكون يعني انتمي لدوله معينه وكل الرؤوس الاموال الكبيره في هاي الدوله راح تدعمني، بساعد انه يكون في دائما ضخ اموال في النادي عندي، فبالتالي قد ما اصرف راح يكون عندي ما يغطي حسابيا على الدفاتر هاي الارقام اللي انا بدفعها. طب بالمقابل ليش مثلا في عندنا نوادي كبيره اخرى مثل ريال مدريد وبرشلونه ما عمرنا سمعنا يعني بهاي العقود، او يعني خاصه في موسم واحد انت صار عندك تشكيله مخيفه نوعا ما؟ اللي بيصير في ريال وبرشلونة، أول شيء كقانون دوري أسباني، في أسبانيا ما في إشي اسمه يكون النادي إله مالك. بيكون في زي ما تقولي جمعية أعضاء بنتخبوا رئيس، فالرئيس هو مش مالك، والنادي ما بصير أنا أضخ فيه من مصاريه، بالآخر لازم يكون في مداخيل رسمية للنادي، رعاة، ملعب، مباريات، جمهور، يكون الضخ واضح. بحالة السيتي وسان جيرمان لا، انا قادر اضخ مصاري من جيبتي، خصوصا هاي السنه ما في اي حد يراقب عليك شو اللي صار معك، فانا قادر اضخ، والسنه الجايه ببررها خلاص، بمرق سنتين صار في جمهور رجع. في اسبانيا ما في هذا الشيء، ومع كورونا انت عندك مدخول النادي من المباريات اختفى، يعني الريال كان ممكن يوصل دخله في المباراه الواحده ل 8 مليون يورو في المباراه الكبيره، لما انت عندك موسم كامل كان من غير جمهور، طب انت عندي حطي افريج 4 مليون 2 مليون يا ستي ب 20 مباراه، هي 40 مليون هدول بح. صح. عرفتي؟ صح. فاللي بصير انه باريس سان جيرمان بما انه له رئيس ومالك للنادي قادر يضخ، السيتي نفس الشيء، ريال وبرشلونه لا، هي جمعيات ولازم يكون بقانون الدوري الاسباني واضح كل شيء من وين جاي، ما في شيء انت والله انا هاي مصاريه بدي اشتري فيهم. صح. في المقابل لما نتطلع بنشوف برشلونه قدر يتعامل مع هذا الموضوع، خفض رواتب، جاب لعيبه ببلاش كثير الموسم هذا، جاب اجويرو، جاب اديباي، جاب مين كمان،
في كمان حد جابوه، هم هدول اكبر اكبر اسمين. الريال في المقابل يعني ريال مدريد لازم شوي يعني نعطيه حقه من حلقه اليوم صراحه، لانه شو صار في الدفاع؟ شو صار انه انت استغنيت عن اهم عنصرين بالفريق عندك؟ يعني كيف حيكون شكل الفريق يعني الموسم شفنا الجاي؟ شفنا راموس، غير انه راموس كان اسطوره، شفنا راموس بيطلع من النادي بطريقه شوي مهينه لاسطوره للنادي جدا. شفنا النادي بعطي ألاب رقم 4 بعد يومين من خروج راموس، شفنا راموس بتصور مع امبابي وبكتب هذه باريس، يعني انه انا خلص انا هون بالاخر، وهذا حقه الطبيعي بالاخر، ما حد بيقدر يلومه، هو نادي طلع من نادي وبطريقه نوعا ما مهينه. لكن السؤال اللي ممكن يتبادر على ذهن الكثيرين انه مين تشكيله الريال في الدفاع الموسم الجاي؟ شو بيريز قاعد بيعمل؟ بيريز فيش اي محلل رياضي في العالم حاليا بيقدر يقول لك شو بيريز قاعد بيعمل. في ناس مياله الا انه بيريز قاعد بيعمل عمليه احلال وتغيير في الدماء وبطريقه سريعه، ما بده يقعد سنه وسنتين، خلص كل قدام يروحوا، بدنا نجدد صفقات مجانيه. وفي ناس بيحكوا انه لا، بمهد لصفقه مدويه في نهايه هذا السوق الانتقالات. ولكن السؤال الاهم، هل ريال مدريد قادر انه يلعب بهجوم خارق ودفاعه عباره عن ثلاث لاعبين ما كانوا بيقدموا هالمستوى القوي في المواسم اللي راحت؟ صح، وما عندهم الخبره. يمكن ألابا خبره، لكن ميليتاو مش خبره، ناتشو كان دائما بديل، فانت عندك ألابا ناتشو وميليتاو حيكونوا هم دفاع ريال مدريد الاساسي الموسم القادم. انا بروح مع قاعده انه في احلال قاعد بصير، حتى جيت انشيلوتي مدرب مين ما تعطيه بيلعب، ما بتشرط ما بتفلسف، خلص انا هاي تشكيلتي بلعب فيها وبعمل فيها نتائج. موضوع انه بيكون بحضر لصفقه مدويه اخر السوق الانتقالات، انا بصراحه ضدها. يمكن الموسم الجاي نشوف ايش، نشوف هالاند او مبابي، لكن ريال مدريد الموسم هاد يعني الله يعين مشجعين الريال، حيكون موسم صعب. مبابي مستحيل ينضم لهم خلال هذا الموسم؟ ما في شيء مستحيل، ما في شيء مستحيل، لكن ماليا ورقميا صعب. صعب، عرفتي؟ وكمان سمعنا عن بوجبا حاليا عم بيحكوا انه هو ممكن بده يروح على باريس سان جيرمان ايضا، ولكن شفت كثير من مشجعين النادي الباريسي كانوا ضد جاية بوجبا. ليه؟ كثير كان في علامات وشعارات تنرفع انه ما بدنا بوجبا. هلا موقفه كثير صعب، لانه هو قعد في مواسم يقدم اداء كثير كثير جيد، بعدين ما بعرف شو صار معه بالنهايه، وهلا صار هو بوجبا لاعب لما يكون في المنتخب بيكون احسن لاعب وسط في العالم بدون مبالغه، لما يكون في اليونايتد بيكون اكسل لاعب وسط في العالم. ما بتعرف هي ذهنيا، هل هو طريقه معاملته في النادي، موقعه في الملعب اختلف، روح المنتخب غير روح النادي، ولكن بوجبا واليونايتد يعني خلاص انا الاوان. وعلى روح النادي، لما كنا نحكي عن باريس سان جيرمان قبل شوي، في كتير ناس برضو كان تعليقاتهم انه مهما اشتريتوا لاعبين ومهما عملتوا فبالاخر النادي نوعا ما في روح للاعبين، اللاعب بيلعب للراتب ما عم بيلعب للشعار والحب يعني النادي. قد يكون والتاريخ قد يكون الموضوع في جزء منه صح، ولكن باريس سان جيرمان السنه الماضيه نص نهائي ابطال، السنه اللي قبلها نهائي ابطال، يعني كان يفصلوا عن بس كان يفصلوا عن كان يفصلوا عن اللقب الاوروبي خطوه، يعني ما تقدر تحكي انه والله وصل للنهائي بالصدفه ولما اجى الوقت الجد خسروا بالاخر. شوفي المصاري تصنع فريق، يعني السنه اللي اخذها السيتي شو بفرق عن سان جيرمان؟ يعني ما بعرف، بس بحس النهائيات دائما هي اللي بفوز اللي هو تاريخ النادي. صحيح. قبل ما نختم بدي سؤال كثير مهم، هو بدنا عم نحكي عن الترندي، الاخبار الترندي. صحيح. حاليا بدنا نحكي عن محمد صلاح واحتماليه خروجه. لا صعبه، صلاح يعني هذا الموسم راح يضل، الموسم الجاي غالبا راح يطلع.